بسم الله، اهلا بيكم في درس جديد من دروس تعلم امريكي. انا مستر سام وبعمل دروس تعلم امريكي، بنعملها بشكل جديد اسمه يلا نعيش. الحكايه كلها ان احنا بنروح في القاموس ده، اوبا، بنروح في القاموس ده، هو شايفينه ده، كل مره في مكان جديد اهو علشان تتعلم كلمات جديده، فتعرف لما تيجي تحكي في اي موضوع تعرف انت ممكن تتكلم تقول ايه في الموقف ده. الكلمات ديت والجمل دي هتركبها جنب بعض هتلاقي نفسك بقيت تتكلم انجليزي احسن. كل الحكايه ان انت محتاج تركز، تستدعي الجمل والحاجات ديت، بس تذاكرها وانت شايفها وفاهمها وعارفها، فتلزق في دماغك زي اي واحد بيتعلم لغه جديد، فيبص زي اي طفل يجي يتعلم لغه بيلاقي نفسه بيفتكر لانه بيستدعي الموقف. مش هتخلي الموضوع في دماغك، مش هتفتكر حاجه. لو انت على الفيسبوك اعمل شير عشان غيرك يستفاد زيك، لو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب علشان لما يجي لك الفيديو تعرف تحفظه لما تكون اوف لاين. النهارده هنتكلم عن الاعمال اليوميه او الروتين اليومي. الاعمال اليوميه او الروتين، زي ما قلت لك الروتين ده حاجه مش وحشه. الروتين ده دليل على الاستقرار، ان انت كل يوم يومك زي ما هو، فده دليل على انك انت العمليه معاك هاديه. المفروض ان انت خلال بقى السنه دي مثلا كنت مثلا من الوقت اللي هو غير الشغل مثلا، يعني في وقت الشغل انت بتعمل شغلك، حاول تطور من نفسك تكون افضل عشان تبقى في مركز اعلى. لو انت في وقت غير الشغل مثلا زي هنا بيلعب رياضه، حاول مع الوقت تكون افضل في الوزن، فتكون صحتك احسن، تكون بتلعب رياضه اكتر، تكون اقوى، تبقى شباب اكتر، تبقى صحه اكتر، وهكذا. لو انت بتقرا حاجه هتلاقي نفسك بعد السنه دي، هتلاقي نفسك بعد ما كنت مثلا بتقرا صفحه انت قريت مثلا الكتاب ده كله، فاستفدت الكتاب ده كله بقى ما كنتش عارف حاجه خالص. دي ميزه الروتين او الاستقرار. ده مش معناها انك تستسلم وتبقى خيبان وتبقى الدنيا عماله تجري من حواليك وانت واقف محلك سر ما بتعملش اي حاجه. لا، ده معناها انك انت مستقر، بتحاول تعمل تطور من نفسك وتكون افضل، فتتقدم وتبقى احسن، تشتغل شغلانه ثانيه مثلا احسن من كده، او تطور نفسك في الشغل فتقبض اكتر، او كنت انسان عادي تبقى المدير، او تبقى مش عارف صاحب ايه. يعني الروتين ده حاجه كويسه، بيساعدك على انك، ده معناه ان انت انسان مستقر. هنا في امريكا يجي يقول لك علشان اديك كريدت كارد، عشان اديك كريدت، الكريدت ده لازم اشوف الروتين بتاعك عامل ازاي. لو الروتين بتاعك دوت كويس، بقالك كام سنه في المكان اللي انت عايش فيه مثلا، بقالك كام سنه في الشغل اللي انت بتشتغله، بقالك قد ايه بتعمل كذا، هل انت يعني بتزيد ولا بتقل، هل فاهم ازاي؟ فكل ما تكون مستقر والروتين بتاعك ثابت، كل ما يكون الكريدت بتاعك احسن وافضل. ده معناها ان انت انسان مستقر وثابت. فالروتين مش حاجه وحشه، ولا زي ما المصريين فاكرين ان الروتين ده بيعطل الدنيا. الروتين اليومي معناها ان انت حياتك مستقره. اوكي، اي شخص بيبتدي يومه ازاي؟ عايزك تفرق في حاجات صغيرة ما بين انك مثلا صاحي وما بين انك بتقوم. دي حاجة ودي حاجة. اصحى، طب ما انا صاحي اهو. ايوه انت صاحي بس ما قمتش من على السرير. قوم، كلمة قوم دي، قوم من مكانك، قوم اتحرك، روح الستور اشتري حاجات، قوم اعمل مش عارف ايه، دي تقولها ازاي؟ اوكي؟ ثانية واحدة بس اتأكد كده انه كله تمام. انا مش فاتح التعليقات والناس كاتبه تعليقات، انا اسف ما خدتش بالي من التعليقات. محمود محمد، عليكم السلام. اليكس، لا اليكس، انا دوبك بلحقك دايما في الوقت ده. ممتاز، عليكم السلام. ماشي،
ماشي يا أليكس، عناي ماشي ممتاز، عناي حاضر. أنا افتكرتك على فكرة، لأن أنت إيه؟ افتكرتك يا ممتاز، لأن أنت من الناس اللي هو عايز تعود عيالك إنك تكلمهم بالإنجليزي. يلا عشان نركب، أنا فاكر مرة قلت لي يلا عشان مثلا نركب عربية، إحنا وصلنا المكان ما وصلناش، الكلام ده. حاضر. ماشي، نخش سريعا كده في الحاجات دي. أول حاجة عايز تصحي حد. ويك يعني يصحى، ويك يصحى عادي، اوكي. لكن ويك اب قلت لك حرف الجر ده معناها فعل امر، شايف ده كده، ده معناها فعل امر، معناها استيقظ، اصحى من النوم، افيق، افيق، صح. العرب يقول لك فاب دي معناها، لو انا عايز اقول انا صاحي، لو انا عايز اقول انا صاحي، I'm awake, all right, I'm awake. أنا صحيت خلاص. فمش I am wake up. مفيش، اوعى تعمل كده، أنا عايزك بس مش تحفظ وأنت مغمض عليك وخلاص، لا، أنا عايزك تبقى فاهم. استيقظ، هي wake up, wake up, wake up, wake up. أوكي؟ wake up. بنقولها كده مرة واحدة، wake up. فأنت عايز تقول إن أنا صحيت خلاص. I am ويجد، مش مفيش اب بقى، اب دي يعني امر، فعل امر، بطلب منك انك تصحى. اوكي انت قلت ام ويجد، انا صحيت خلاص. اوكي، يا رب تكون واضحه. انا مش عارف الكلمه كده واضحه، لا انا بكتب صغير قوي، لازم اكبر خط شويه، صح. مفيش مكان اصلا، فمش عارف اوديها فين. فانت صحيت بس لسه في السرير، انت صحيت بس لسه في السرير، فانا اقوم اقول لك ايه؟ احنا فاكر قلت لك احنا هنا انت بتتعلم ايه؟ امريكي. بتتعلم ايه؟ امريكي. امريكي، فدي التي بنقولها هنا ار، جير اب، جيت اب، صح؟ لا، جير، او ممكن تقولها عادي جيت اب اوف ذا بيد، جير اب اوف ذا بيد، جيت اب اوف ذا بيد، قوم من على السرير. اوف، ما فيش اماكن بقى، فانت سهل عليك الكلام دي. جير اب اوف ذا بيد، قوم من على السرير، مش ايه يعني انك صحيت؟ قوم من على السرير. تيك ا شاور، خد لك دش، اند جيت دريست. شايف انا بعملها جمل ازاي؟ هم حاططها لك كلمات وانا بحاول اعملها لك جمل، لو حاجه مش واضحه قول لي. ام ويت، انا بتخيل دلوقتي محادثه ايه؟ اوكي؟ انا بتخيل محادثه. ويك اب، ام ويت، يا اي نو، جيت اب اوف ذا بيد، of the bed and باينة هنا كده and take a shower وخد دوش and في تاني and get dressed والبس. يبقى انا عشان اقول لك get dressed او ممكن اقول لك ايه and put، ممكن تقول something، حاجة، حط عليك حاجة يعني هدوم، أو put some، مفيش حاجة اسمها cloth، put some cloth on. يبقى put on يعني ايه؟ يلبس، مش يضع، مش يضع، مش يضع. لو قلت put on the desk يبقى حطها على الديسك اللي عندك ده أو على الترابيزة اللي عندك، لكن put on معناها حط عليك هدوم، put something on وحط حاجة عليك، حاجة عليك أكيد هدوم يعني، أو put some cloth on. تسلم إيدك، لا أنا فعلا عايز حاجة سخنة. الصوت تمام، شكرا. أنا حاسس إن أنا في الراديو ومعايا حد على الميكسر. هو تصريف الفعل إيه؟
أليكس في حاجات بنقولها بطريقتين يا أليكس، في أفعال بتتقال بتصريفين على فكرة، قد يكون هذا صحيح وقد يكون لغة عامية ولغة زي عندك كده لغة الكتاب. أوكي أوكي put something on يعني حط حاجة عليك أو حط شوية هدوء. المفروض هنا أنا هعمل breakfast، أنا I'll make، عندك يا إما make يا إما cook، بس ما حدش بيطبخ البريكفاست أوكي، فبيبقى make أوكي. أو ممكن أنا مثلا I got for you something to eat، أو I got for you a breakfast، فا eat breakfast بتعمل إيه؟ فأنت عشان تاخد الفطار أوكي؟ يعني مش عارف اتبرطوا ازاي من البريكفاست لللانش، لان انا شايفهم عاملين الوقت. بص الوقت هنا، الوقت ده تقريبا ده الوقت اللي الناس كلها تقريبا اللي بتشتغل في اي مصالح او اي حاجه ده اللي بيعملوه، بيصحى الساعه 6 يقوم ياخد دش وبتاع كده ويلبس، بتبقى في حدود 6 ونص، يقعدوا يفطروا الساعه 7، 7 ونص يكونوا راحوا المكان الشغل او يودي العيال، بس ما فيش حد بيودي العيال، بيجي اتوبيس المدرسة ياخدهم يعني. ايه على اساس انها ست بيت يعني، فبتقعد تحضر في الغدا من 7 الصبح، محدش بيعمل كده. اوكي انا سبق قبل كده وكلمتك على الموضوع ده وقلت لك عندنا الصبح بريكفاست، اللي عندنا غير عندك. بريكفاست ده بيبقى الصبح يعني الساعه زي كده 7 الصبح، وفي اماكن بتفتح الساعه 5 5 ونص الصبح، علشان في ناس بتروح تفطر بدري قوي كده، بتفطر بريكفاست بدري قوي كده عشان بيطلع من المكان بتاع البريكفاست ده على الشغل يكون هناك الساعه 7 مثلا. ففي اماكن بتفتح بدري من الساعه 5 او 5 ونص الصبح، بيبقى فاتح بريكفاست ولانش بس، ما بيفتحش طول اليوم لغايه اخر اليوم، بيبقوا غالبا ما بيفتحوا بريكفاست ولانش، زي مثلا بيسكت فيل والاماكن دي كده، تلاقي دايما حاجه كده يعني ان هو بيسكت وساسج وبيض وكده، وتفطر الصبح يعني بيبقى فاتح طول الوقت لغايه بس الساعه 3 يقفل، بس من الساعه 5 الصبح بيبقى فاتح، ده بريكفاست. اللانش بيبقى من الساعه 11 12 1 2، ده كله اسمه لانش. 5 ل 7 8 ده اسمه دينر. الناس اللي بتسهر قلت لك قبل كده اسمه السابر، ملهاش دعوه بقى هو ده عندنا، في ناس تسميه سحور اي كلام، هو ليه ثقافه وانت ليك ثقافه، فما بتدخلش الامور في بعض. اوكي روني الحمد لله على سلامتك. ايوه بنعمل ساندوتش تمام كده، ممكن ميك ساندوتش، كل ده او ميك بريكفاست. عندك بتعمل اللانش زي ما شرحت لك دلوقتي. نفترض ان مفيش اتوبيس مدرسه ماشي، فواحد منهم هيعمل ايه؟ اوكي I can take the children to school، انا ممكن اخد العيال للمدرسه. اوكي طبعا اتكلمنا في بريكفاست ولانش ودينر، راحوا الشغل زي ما انت شايف كده، راحوا الشغل زي ما انت شايف كده. عايزك تبص في الصور دي كويس، وعايزك لما تبص في الصور تبص على الوقت، تبص على الوقت بتاع الوقت بتاع اللي هو الساعه، توقيت الساعه مع الحرف ده، فتعرف هو بيعمل ايه في الوقت ده، لان هو تقريبا يعني بنسبه كبيره جدا ده اللي بيحصل في امريكا، بنسبه كبيره جدا ده اللي الناس الروتين اليومي اللي الناس بتعمله هنا في البلد دي. بس هم زيك مش زي ما اليكس مثلا كان بعت لي ان الامريك انت في امريكا فالروتين عندك حلو مش زي عندنا، لا ده احنا عندنا ده امريكا مشهوره كل ثلاثه فيهم او اربعه فيهم واحد، كل اربعه او ثلاثه فيهم واحد تخين، يعني تلت سكان امريكا كده الروتين اليومي خلاص حياته هي زي ما هي. فطبعا برضك زي حالتنا
نفس الثقافة، تك تك تك، أكل أكل، تلاقي أوزان كده وأحجام كده. أو ممكن ما تبقاش واحدة مثلا تخينة، بس لها حتة واحدة كده مدبلكة كده أهو. ليه؟ مفيش مثلا، مفيش حتة الرياضة مثلا. كل اللي بيفكروا فيه هو ناكل، أجيب لي أشتري لي حاجة أونلاين، ألطع شوية مش عارف إيه على وشي، خلاص أنا تمام كده. لغاية ما بيحصل زهق بقى ومش عارف إيه، وتلاقي يقعدوا يدخلوا نفسهم في أي حاجات وقصص ودراما وحكايات ودوشة، عشان هو الوقت، شايف الوقت اللي هو مش شغل هو مش بيعمل فيه كده، هو الوقت اللي مش شغل هو مش بيعمل فيه كده. وفي ناس كتيرة جدا برضو، يعني مش قادر اقول لك قد ايه، بيبقى قايم الصبح يجري عشان قبل ما يروح الشغل، والرياضة عنده ده شيء مقدس، والتزام يوم السبت الصبح ده هو مش النوم بقى في الأجازة، لا ده الوقت بتاع الجري من صلاحية ربنا، الساعة 6 طالع يجري في الشارع لغاية الساعة 8 9. اوكي، فخلاص انت عرفت ايه اللانش والدينر والحاجات دي. فبص زي ما قلت لك في الصورة وفي الوقت. بعد كده بيرجع البيت. انا كاتب زي ما هم كاتبين، انا كاتب، انما انا هقول لك احنا مثلا بنقولها ازاي. زي مثلا كوك دينر، نو زي كام هوم، هي المفروض كام باك هوم او باك هوم، بيرجع البيت. جيت هوم اتس اوكي، بس عشان يقول لك امريكا هنا بنستعمل جيت دي كتير قوي. جيت مي سمثينج تو ايت، جيب لي، مش برينج، مش احضر لي، مش احضر لي، جيت مي سمثينج تو ايت، جيب دي، هات لي حاجه كلها. جيت احنا بنستعمل جيت كتير. وعندك قلنا الماضي بتاعها بنستعمله كده، انا عارف انها بالتي خلاص، بس احنا بنقولها كده جارت مثلا، فاكر؟ هتلاقي بنقولها كده ار كده جارت كده. هتلاقي هنا في دروس مستر سام 2016 دي اللي على اليوتيوب هنا، هات حرف التي، وانت هتلاقيني بشرح لك بالتفصيل في الحرف بتاع التي دوت الحاجات دي. اوكي، بعد كده بيعملوا ايه؟ خلي بالك بقى، انا اي كوك دينر او اي ميك دينر مثلا، ومراتي تبقى هاف الدينر، بتاكل يعني، اخذت الدينر مش هاف الدينر. فخلي بالك الفرق ما بين هاف وكوك او ميك. مثلا مراتي بتعمل اللانش او الدينر، وانا اي هاف، انا بقى يعني حد متصل بيا انت بتعمل ايه؟ اي هاف ا دينر، بتعشى. مفيش I eat dinner، ركز في دي، مفيش I eat dinner، I have a dinner. لكن I eat مثلا باكل بطاطا مثلا، انما I have a dinner مفيش. ما تطلعليش بقى في ايه تاني، لان اللي بيعمل الحركة دي معناه ان هو في حياته عنده المشكلة دي، كل حاجة صح وغلط، صح وغلط، مفيش صح وغلط، مفيش خناقة. انا بقول لك الكلمة اللي دايما تقولها لمراتي لما كنت لسه مش عارف لغة العرب، أعرف بس لهجة المصريين، هيك نحكي، دي طريقتنا في الحكاوي، مش معناها إن ده صح وده غلط، لو أنت قلته هنفهمك، بس إحنا بنقولها كده، I have a dinner، يعني أنا بتعشى، أوكي؟ فأنا ممكن what you're eating، أنا عايز أعمل لكم كده بس بلاش دلوقتي، خليها مفاجأة يعني، أوكي؟ اتعشى وبيعمل إيه؟ watch TV، بيتفرج على التلفزيون. العيال مثلا بتعمل ايه بقى؟ ما بتتفرجش على التلفزيون، بتعمل ايه؟ بتعمل الهوم وورك. الهوم وورك كده، هوم وورك. الهوم وورك دوت دو ولا ميك ولا هاف؟ لا هو بيعمله. ميك يصنع، يجيب بيضه عليا ودقيق مش عارف ايه ويقوم عامله كده، فميك يصنع دينر. انما دو بيعمل الواجب، مش فاهم الفرق ما بين دو وميك؟ ميك دي بيعمل حاجة من مفيش يصنعها فتصير الشيء، يصنعها، فالدقيق ده بقى مثلا فطيرة أو بقى بسكت، فبقى ميك، دي ميك، عمل مش عارف ايه بقى عشاء، بقى أكلة، فصنع، أصبحت صنعة كده، شيء مصنوع صح؟ قماشة بقت تيشيرت، هذا ميك. إنما دو
يعمل بيعمل الواجب، اوكي؟ برافو يا روني، شاطرة، تمام كده، صح يا ممتاز، هايل، أيوه، طالما الناس بتعلق كده يبقى أنتوا فاهمين، أنا كده تمام. بعد كده بيعمل إيه بقى؟ ريلاكس كده، قاعد بقى يستريح، واحد بيقرا مثلا بيبر، واحد بيقرا كتاب، واحد بيقرا حاجة في السرير كده والكلام ده، أوكي؟ طبعا انا فوتت، انا كان المفروض انقل على دي من دي لدي بعد السكول باص، حتى انا قلت ازاي بيعملوا دينر، انا غلطت، انا اسف. الرقم 8 take the bus to school, drive to work او go to work، صح؟ be in school، work يشتغل، go to the market، احنا دي ما بنقولهاش go to the market، دي بنقولها go shopping. قلنا لك دي بالامريكي، ماليش دعوه بالانجليزي، باللهجه الامريكيه shop بالشوب، وبيعمل shopping، ما بنقولش احنا بيروح الماركت، يعني ما بنقولهاش التعبير ده، هو تاني مش غلط بس احنا ما بنقولهاش كده، بنقول ان هو بيعمل shopping. بعد كده احنا عندنا في leave work تنفع، وممكن get off او get off work مثلا at 5 o'clock، انا هسيب get off، انا هترو انا هخلص شغل get off work الساعة 5 مثلا، اوكي؟ بنقولها كده. leave ان انا دلوقتي ماشي اهو، شايفين ماشي وبفتح الباب وخارج، ده leave. انما انا خدت بالك الفرق ايه؟ انا شغال اهو، انا I'll get off مثلا درس دلوقتي مثلا another 5 minutes، كمان 5 دقايق. لكن انا اوكي دلوقتي مش انا get off، لا دلوقتي I'm leaving، باي. ف leave يا فاهمين ازاي؟ leave انا واخد بعضي وخارج. لو انا هقول انا همشي او leave work at 5 o'clock، طبعا صح، انا بكلمك احنا بنحكي ازاي. الكلمات دي انتوا عارفينها، زي مثلا clean the house، work، be in school يكون في المدرسة، pick up the children، بص pick up، ممكن pick up ديت رايح اجيب الدواء هنا عندنا، ان انا مثلا اخدت روشتة فبروح اقول لهم يعني بروح في الصيدلية وايه وبديهم الورقة ديت، فيقولوا لي تعالى خد الدواء، الدواء بيتركب عندنا كله كده، تعالى خد الدواء كمان ربع ساعة مثلا او تلت ساعة، فهترجع عشان تاخد الدواء بيك اب. لو انت رايح تجيب الاولاد بيك اب، لو انا الو عايز اردر مثلا بيتزا، ماشي 15 20 minutes، اوكي جي رحت المطعم، حضرتك عايز place an order، place زي مكان، place an order ولا بيك اب or pick up؟ لا انا pick up، انا جاي هنا عشان pick up a pizza. What's your last name؟ ايه ال last name اللي انت حطيت بيه الاوردر بتاعك؟ ف كلمة pick up سواء children سواء راح اخد الاكل سواء مش عارف ايه، هي كلمة pick up. اوكي كل الكلمات اللي عندكم دي، ايوه صح يا روني. بصي احنا عندنا shopping، أليكس ميك ودو، يصنع ودي يعمل، تمام. أحلى حاجة في تعليقاتكم دي إنها هتساعد أي واحد يشوف الفيديو إن هو يعرف بتقولوها إزاي بالظبط بالعربي. ماشي السؤال، كيف تقول لأحد غير ملابسك، البس قميصك، اصعد السيارة، انزل، اللي ممتاز كاتبه ده مفيد جدا. ماشي ممتاز. بص بقى معايا كده عشان انت بتستعمل الحاجات دي والجمل دي مفيده، ازاي تقول لحد البس ملابسك؟ زي ما قلت get dressed، دي احنا بنقولها. put something on بنقولها، put some cloth ما بنقولش حط الهدوم. قلت لك قبل كده لو انا عايز بيبسي او ميه، لو قلت لك اديني ميه يبقى انا قصدي كل الميه اللي في العالم، البس كل الهدوم اللي في الدنيا، لا
لازم تحط قبلها كلمة some. Put some clothes on. لازم تحط some. انا كنت اتفرج على ايه؟ قهوة اشرف. اه. فعاملين بقى من القعدة بالانجليزي. فلما جه اللي هو في الـ في الـ في البرنامج اللي هو الشاب اللي موجود مصطفى. فكل واحد هيقول له انا عايز ايه بقى؟ مش عارف ايه؟ زبادي خلاط، فاكهة، طبقات، حاجات كده. كان نفسي اكون قاعد معاهم ساعتها. فطبعا كل واحد هيبتدي يقول له انا عايز كذا، فيقول له ايه؟ I want طبعا هم مش هيعرفوا يقولوا زبادي خلاط والحاجات دي بالانجليزي. فما علينا. فهيقول له I want تي مثلا، شاي. ما قلت لك فاكر الدرس ده؟ انا اديته لك. عيب تقول I want، عيب. المفروض Can I have some كذا؟ I'd like to take كذا، I'd like to كذا. انما I want يعني مش ظريفه كده، يعني تنفع تقولها لمامتك لباباك في البيت، انما واحد جاي يجيب لك حاجه وتقول له انا عايز كذا، ده مش الاسلوب اللذيذ انك تقول. تاني هو مش غلط، هيك نحكي. اوكي؟ اوكي. اوكي، خلينا مع ممتاز. فالبس put some كذا، اوكي؟ ما فيش حاجه I want tea. Can I have some tea؟ اللي هو لو بنتكلم على الـ على الـ على اللي هي قهوه اشرف في البرنامج يعني. المفروض انا عايز some tea، مش تي، مش هتكون للشاي اللي عندك. فافتكر كلمه some، اوكي؟ اوكي؟ وبعدين عايز تقول يا ممتاز مثلا غير ملابسك. Change، غير. Change your clothes. You have this shirt on all day long. انت حاطط ده عليك تلبسه طول اليوم. ما تلبس حاجة تانية. Change your shirt أو put something different أو غير ملابسك. انت لابس ده for 2 days. You've been had this on for 2 days. ماشي؟ طيب عندك change خلاص. البس قميصك، قلناها لسه قايلينها. Put a shirt on. Put your shirt on. البس القميص بتاعك. Put on، مش put on your shirt. Put your shirt on. On يعني on ايه بقى؟ You. بس انت مش محتاج تقول كلمة you. فput your shirt on you. تمام كده؟ العربية. Get in the car. شفت لسه قايل لك جدي بنستعملها كتير. راحت فين؟ راحت فين؟ اهي. Get in the car. يلا اركب العربيه. وطبعا انزل منها ايه؟ Get off the car. فاكرين؟ Get off the bed. فين؟ راحت فين؟ بس دي حاجه تانية. Get up و get off the bed. دي اصحى عشان انت نايم، ف get up off the bed. فييجوا ورا بعض حرفين. هو كده. لكن انت في العربيه جيت اوت، بس جيت اوت دي مش حلوه لان معناها مش اطلع بره، بره العربيه. فمش جيت اوت دي لما تكون انت واصحابك وبتاع. جيت اوت ذا كار، كم اون بادي كده. لكن جيت اوف ذا كار او جيت اوف، جيت اوف ذا كار، انزل من العربيه. ماشي؟ او دي يعني مش لذيذه. ارفع ايه؟ انا مش عارف دي يا ممتاز، يا ريت تكتبها تاني بقى. ارفع جاب السياره او نزله. ايه جاب دي؟ اكيد دي حاجه في لغتك انا مش عارفها. يلا كده تمام. اوكي روني. ربنا يخليك. استاذ لا روني بلاش بتاعت الجمل المثبتة والغير مثبتة، مفيش الكلام ده. ده كلام في الكنافة. مفيش الكلام ده. صم بتيجي قبل أي حاجة عايز تاخد منها حاجة، مش تاخدها كلها. لأن أنا مش هشرب كل المانا في الدنيا، مش هشرب كل البيبسي أو كل الشاي اللي في الدنيا. أوكي؟ إنما لازم أقول صم. لازم أقول اديني، لأنها ما بتتعدش. لو انا حاجه بتتعد ببتدي اذكر العدد. لكن زي مثلا a cup of tea، كوبايه كذا،
اوكي. زجاج باب السيارة. في حد عمال يبعت لي عايز ايه؟ ماشي. انما الزجاج، اوكي، زجاج العربية، ازاز العربية عادي بتفتح زي اي شباك، open the window او close the window، open و close، والشباك عادي بتاع العربية window، مفهوش اي حاجة يا ابني. لا اليكس، احنا عندنا على طول اي حد بتتكلم معاه انت ما تعرفوش ما بيبقاش انك تطلب خدمة او ما تطلبهاش، اللي هي لا، ده هو ده طبيعي. Can I have some tea? Would you please open the window? Dad مثلا ممتاز، عيل معاه، ف Dad would you please open the window؟ لو سمحت يا بابا افتح الشباك. لو قلت open the window is okay، بس تقول له لا، لازم تكون تتكلم، تكون ولد كويس، قول please please open the window، Dad please open the window، افتح الشباك بتاع العربية. Dad it's too cold، جو برد، please close the window، اقفل. مفيش، قلت لك اسمه روبوت، الانسان الالي مش روبوت، روبوت، انك انت ما تبقاش عامل زي الانسان الالي. open the window، مفيش الكلام ده. Oh it's too cold Dad please close the window، الجو برد، او Oh it's windy air please Dad close the window. بتتصرف طبيعي، مش بتبقى عامل زي اللي ماسك ورقة بيقرا منها. اوكي، انا ضيعت ال لا يا اليكس، ما فيش حاجه اسمها شط ذا ويندو. اوكي، وروني برضه كاتبه شط. ايه الفرق بين شط وكلوز؟ شط هي الحاجه اللي بتقفل لوحدها، ان هي ممكن انها تقفل لوحدها، انما كلوز حاجه انت بتروح تقفلها. انا الباب اهو مفتوح، شد دور هضحك عليك، لو انا قلت لي شد دور انا هضحك عليك، لانها ما بتجيش كلمه شد، اسمها كلوز. ده الباب اهو انا هقفله اهو كلوز، لكن انا الباب ده بيتقفل عندك بالزرار، فانا هقول لك شد دور بليز، فانت تقوم شد دور، قفلت الباب، قفل اهو. لكن فاهم ازاي؟ فشد للحاجه اكتر اللي انت بتتحكم فيها او بتبقى بزرار او كده، مش واحد بيقفلها لك. يعني لو انا جيت اقول لك ان انا هقفل لك بقك، انا او شات يور ماوث، انا هقفل لك بقك، يبقى انا معناه انا مثلا هاكلك بنيه، اخبطك حاجه اقفله لك، لان المفروض انت بتقفل بقك لوحدك، مش محتاج انا حاجه اقفله لك. فهمت الفرق؟ فكلوز بتستعمل نفسك شط، حاجه انت بتتحكم فيها وتقفلها، مش حد بيقفلها لك. اوكي، اي سؤال تاني يا جماعه ابعتولي، لان انا لازم امشي، انا اتاخرت. زي الازاز الاوتوماتيك انت بتعمل له الشوت، صح يا اليكس؟ للاسف موجوده في منهج الابتدائي. ده مش، ما انا لسه قايل يا جماعه، ده مش معناها انه غلط، هم بس بيحطوا الكلمات احنا بنستعملها ازاي في البلد. هو مش غلط، بس احنا بنستعملها ازاي. لو الحاجه لسه قايل لك، لو الحاجه انت هتقفلها، انا اهو كلوز ذا دور، كلوز ذا ويندو، قفلت الشباك. لكن انا ممكن ان شط، شط كمان صح مش غلط، بس شط اكتر للحاجه اللي انت مثلا هتدوس على زرار اقفلها، او انا اللي بقفلها مش انت، انا اللي بتحكم فيها اكتر، مش بروح اعملها بايدي، ممكن اكون زي ما نقول اوتوماتيك كده. فمش غلط، مش عمليه غلط، هو عمليه انت هتستعملها ازاي. اوكي، انا معلش يا جماعه، لو لقيت اي حد كاتب حاجه هرد عليكم في التعليق، حاضر، واقول لك اللي انت كاتبه ده صح غلط، بنقولها كده ما بنقولهاش كده. لا لازم امشي، لان انا كده هتاخر. اشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه الجايه، لو في اي سؤال ابعت لي. كان معاكم مستر سامي، اتعلم امريكي، مع السلامه.